معايا عبر الهاتف الآن الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. الله يبارك فيك، شكرا لذوقك يا فندم، ألف شكر حبيبي. أنا بالتأكيد الحكاية الدايرة دلوقتي والكلام كتير على موضوع الشهد، وخلاص اللجنة الأولمبية اتخذت قرارها بأن الشهد مش هتشارك في الأولمبياد. سؤالي الأول لحضرتك، هل فضل. كل هذه الامور اللي نشرتها امبارح اللجنه الاولمبيه في بيانها انه لا يجوز مشاركه اللاعبه بعد الايقاف لمده عام من جانب الاتحاد المصري للدراجات، هل هذا الحديث او هذا الكلام حضرتك او الاتحاد ما كانش يعرفه؟ لا، الامر طبيعي ان احنا عارفين الاول، عارف انت. اتفضل يا فندم. وقفها ده ليك انت يعني. اتفضل يا فندم. الكلام ده طبقا يعني وقفها في الاتحاد الوطني لا يمنع مشاركتها في البطولات الدوليه، لا يمنع فعلا. لكن لو مثلا الدوله او اللجنه الاولمبيه، واحنا طبعا لازم نكمل كل احترام لاجهزتنا يعني الوطنيه، لما بتبقى ليها رؤيه دي ما تسافرش او ده ما يسافرش، طبعا لازم برضو تتقبل القرار باحترام. ده دي سلوكياتنا بالنسبه لنا يعني. لكن انت بتسالني من الناحيه القانونيه، بقول لك لا، ممكن لو هي توقفت محلي وليها رغبه تشترك بتبعت للاتحاد الدولي وبيوافق لها على المشاركه. يعني انت كده بتقول انه اللجنه الاولمبيه لو خدت قرارها في هذا الشان فربما قرار تربوي وليس لمخالفه قانونيه او اجرائيه عملها الاتحاد المصري للدرجات. انا كده فاهم صح؟ احنا ما عملناش اصلا اي مخالفه قانونيه، احنا بالنسبه لنا كاتحاد ما فيش اي مخالفه قانونيه ولا حتى اداريه. يعني البنت اخطات خطا والاتحاد المصري اداها يعني الجزاء اللي هو من وجهه نظره، واللجنه الاولمبيه ايدت هذا الجزاء. خد بالك يعني موضوع يعني سلوكيات فقط، لكن ما فيش خطا يعني ما فيش جرم. صحيح، في خطا، وده اللي انا عايز اقوله عشان بعض الناس بتكبر الموضوع قوي. ما انت عارف، انت في الكوره وانت راجل يعني استاذ في هذا المجال، انت عارف الكوره بيضربوا بعض وساعات يحصل واحد يقع وممكن يتكسر، ما بتقومش الدنيا وتقعد يعني. طيب. لكن هنا ايه السبب ان احنا خدنا هذا الاجراء برضو؟ عشان ما نكونش ان احنا حطينا في الاعتبار ان هذا الحدث او التصرف مقصود، بس صحيح ما دخلناش في النيه، لكن احنا حطينا في هذا الاعتبار عشان ما تبقاش قاعده ان اي حد يضرب حد ويقول لك انا مش قاصد. لا، اللي هيضرب هيتعاقب، قاصد بقى مش قاصد هيتعاقب. تمام، طبقا للقانون يعني، مش هيتعاقب يعني طبقا للهوى، طبقا للقانون. صحيح. في تصريح لحضرتك وانا حتى علقت على السوشيال ميديا بخصوص هذا الامر، قلت فيه انه مصلحه الرياضه المصريه انه شهد تشارك في الاولمبياد بعيد عن اي امر. انا هقول لك تعليقي بصراحه، وده سؤالي لحضرتك، ايهما افضل، انه تشارك شهد وهي ارتكبت هذا الفعل اللي بالمناسبه مش هنتبعها عليه، خلاص هي خطا وخلص، بس ايهما افضل، انها تشارك في الاولمبياد ولا ندي مثل وقدوه لباقي الشباب ان انت لو عملت حاجه زي كده ممكن ما تلاقيش نفسك في بطولات دوليه كبيره زي الاولمبياد؟ شوف، اولا فضل. يعني طبعا انا بحب دايما في البدايات لما يكون انت مثلا اول مره تغلط يبقى انا بحاسبك، بس برضو انا عندي الرفق. لكن اللي تكرر منك هذا الخطا يبقى حساب جازم، مفيش هزار فيه، واخد بالك؟ لكن انا بيبقى انا يعني ما اعرفش، جايز انا الحس الوطني برضه لمصلحه بلدي، بحب ان بلدي اللي هي فرصه انها تاهلت في حاجه زي كده ما كانش بيحصل. يعني الدراجات كانت على مدار السنين لا تمثل مصر في الاولمبياد. تمام؟ فلما تيجي فرصه ان يبقى لعيبه من عندي من مصر يمثلوا مصر في الاولمبياد، بالنسبه لنا احنا حدث جديد وحدث انجاز. واخد بالك؟ مش هقول لك انها كانت هتطلع مثلا في الاوائل في الاولمبياد لو انت قلت لي كانت هتعمل حاجه بالظبط. لا، بس انا برضو انت عارف ان يعني مش هنقول كل مستوى له، دي لسه طالعه. صحيح، لسه بنربيها ولسه بنجهزها. لما تروح تشارك عينيها حتى تشارك، وما كنتش هقول لك هتطلع الاخيره برضو، ما كانتش هتطلع الاخيره، تبقى عارف يعني. لكن ما كانتش هتطلع الاخيره. نعم، ما كانتش هتطلع الاخيره. حضرتك بتقول ما كانتش هتطلع الاخيره. ما كانتش هتطلع طبعا الأخيرة. لكن مش هتطلع الاولى، انت فاهم قصدي ازاي؟ يعني ايه انما اللي انا عايز اقوله، انت النهارده
عشان نعلم ولادنا وما نخوفهمش نوديهم ويشاركوا ويشوفوا، تضيع الرهبه. بعد كده المره اللي بعديها واللي بعديها تبص تلاقيهم هم بقوا دخلوا في الايه؟ في الاحتراف، سواء الاحتراف ده بقى من الجانب النفسي او الجانب الفعلي، يعني يبقوا جاهزين. بص يا فندم، انا مبدئيا بشكرك جدا على سعه صدرك لاسئلتي والكلام اللي بقوله لحضرتك، بس تاني انا عارف انت راجل كمان تربوي وراجل عندك جيل عظيم ولك منصب ايضا دولي في اتحاد الدولي للدرجات. فكره النموذج والمثل، انا بس انا اكتر حاجه ضايقتني، انا عارف ان شاهد صغيره في السن وطبيعي انها تكون غلطت وكل الناس بتغلط، زي حضرتك بتقول لعيبه الكوره وغير وكل الالعاب، بس فكره انه الناس كلها شافت الفيديو ده، فالشباب الصغير الاطفال الصغيره لما يشوفوا نموذج زي ده واحنا بنكرمه او بنشكره وبنقول له تعالى روح شارك الاولمبياد، هي ده كان خطوره الامر. لا وانا وحضرتك تحدثت الان بمنطق وطني، واكيد فكره التربيه والسلوك دوت انه يبقى عند كل الشعب المصري برضه ده هدف عند حضرتك. بص اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا وانت تقريبا في مدرسه واحده، يعني فضل. في الفكر ما عندناش شعور انتقامي. أيوة. لما لاعب يغلط هو ده الخلاف اللي بيني وبعض الناس. ايوه، سواء زملائنا الحبايب والحبايبنا الصحفيين او غيرهم. انا ابني غلط خلاص، ما جيبش سطور واروح قاطع رقبته ومكسر دماغه ومقطعه 100 حته، احاسبه على قد خطأه. مش بقول ما حاسبوش، احاسبه على قد خطأه وافهمه وابقى جنبه، بالعكس ده لازم ابقى جنبه. عشان كده غلط ما تعملش كده تاني، لان دوت ممكن يضيع مستقبلك الرياضي او يضيع سمعه مصر لو عملت الكلام ده بره. يعني نعلم، هيتعلم منين؟ هيتعلم من الخطأ. بس اكبر معلم يعني. صح، بس في فرق من خطا وفي فرق من اذى، يعني زميلتها كان ممكن لا قدر الله يحصل مشكله اكبر من كمان كسر في دراع، يعني كان ممكن تحصل يعني مشكله اكبر. في خطا عن خطا يا فندم، اتفضل. انا موافقك، يعني مش عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. على مدار حياتنا في هذه اللعبه بنشوف كده كتير جوه مصر وبره مصر. يعني واحد بيقول لي انت ايه؟ قلت له انا طبعا ما بيلاقي انطباعي عادي. مو عادي مش عادي عشان انا مثلا مقلل من قدر الحدث او ان انا يعني مشجع لحاجه، ابدا عادي، لاني بشوفه كتير جوه وبره على المستوى المصري، على المستوى العربي، على المستوى الدولي. لكن دايما بقول لك احنا في حاجات، انت راجل اعلامي وانت عارف، يعني ممكن حاجات، عارف مثلا لو الاعلام ما 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 الموضوع ما خدش حيز كبير كان عدى زي اي خبطه ومشيت الدنيا. واحنا برضو هدفنا ان اللعيبه يحبوا بعض، خلي بالك تكبير هذه الامور وتضخيمها ساعات بيعمل يعني ايه مسافه بين الاثنين دول. الموقف ده حصل امتى يا فندم بعد اذنك؟ الموقف اللي هو الحادثه دي حصلت امتى او المشكله دي حصلت امتى؟ ما بقى لها فترة، يعني بقى لها حوالي تقريبا شهرين. تقريبا يعني بقى لها شهرين تقريبا يعني. الإعلام يا فندم ما تحدثش عن هذا الأمر غير من يومين ثلاثة، خلال هذه الفترة ما حصلش بين الاثنين لتصالح بعيد بقى عن الإعلام. يعني أنا عايز أقول لك على حاجة، بيبقى في مرة لازم تبقى أنت برضه سعادتك يعني أستاذ في العلاقات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية، في فترة بتبقى إيه؟ لازم تهدي الدنيا، خد بالك؟ يعني شويه كده نهدى شويه ما نتكلمش، تقوم النفوس لوحديها وانت قاعد لوحدك تبتدي تلاقي التفكير وتبتدي تفكر، لا اللي غلط يقول لا انا غلطت، واللي اتغلط في حقه يقول معلش ما انا سامح. في لا، المسافه دي بتدي نوع من التفكير الايجابي. لكن وانت سخن والحدث جاهز، فاهم قصدي؟ زي الحدث في وقته برضه الانفعالات النفسيه بتبقى مختلفه. يا رب تبقى موافقني يعني. أنا على فكرة أنا موافقك جدا جدا في حديث حضرتك دوت فيما يخص العلاقات الإنسانية ما بين البشر وبعضهم، لكن أنا بتكلم هنا أو إشارتنا كلنا إنه فكرة إن دول أبطال ونموذج، بس أنا بص الحكاية كلها يا فندم مش إنه البني آدم دوت مجرم، يعني شاهد دي مش مجرمة للأبد، خلاص هي خطأ وانتهى. أنا بتكلم على فكرة إنه هي للأسف هتبقى نموذج لكل الأطفال وللشباب، لو ما كانش في قرارات رادعة وواضحة وصريحة وإنها ما تشاركش، لو عملت كده انت تخيل انت ممكن تخسر شاهد، وانا زعلان ان احنا نخسر شاهد عشان هجيلك كمان على خبر اعتزالها، بس انت هتكسب اجيال كتيره بعد كده. تتفق ام تختلف؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، انا وانت اتفضل، مهمتنا طبعا هي في حاله صدمه نفسيه. ايوه، والصدمه النفسيه مش جت من الحدث بس، جت بنت صغيره في السن بتاعها هجوم لاذع من ايه؟ من اطراف الدنيا، من اولها لاقصاها لاخرها،
فطبعا مش فايقه، بتشوف عمال تك تك تك، هجوم 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 ان وان واي، خد بالك. فالبنت طبعا حصل لها، البنت حصل لها انهيار نفسي خلاص، لا انا مش لاعبه اللعبه دي خلاص، مش عايزاها. يا فندم فندم، عايز اسالك سؤال معلش للمقاطعه، ما تشعرش بالمسؤوليه ان انت اللي حطيتها ماسك رئيس للاتحاد في الموقف دوت؟ لو كنت جنبتها من بدري المشاركه في الاولمبيات، ولو الصوره بتاعتها ما كانتش طلعت مع البعثه اللي مسافره، كان ممكن اصلا هي ما اتحطتش، هي ما كانتش اتحطت، ما اتحطتش تحت الضغط النفسي ده كله. اتفضل يا فندم. دقيقه واحده بس، معلش. اتفضل. انا من البنت احنا مسجلينها وبعتناها من بدري، مش من النهارده، من بدري للجنه الاولمبيه، ومرشحه من بدري مع اللجنه الاولمبيه. فالاسماء نزلت في من ضمن الاسماء اللي نزلت مع البعثه المصريه في اللجنه الاولمبيه، واخد بالك؟ يعني مش انا مثلا مكبر صورتها وعامل، لا ابدا. وبعدين عايز اقول لك يعني انا طبعا انا بشكرك، انا حاسس منك الروح الجميله بامانه، مش بجاملك يعني. يعني انت ما انتش انتقامي ولا انت عايز لا. يعني بتبحث عن الحقيقه وتوجه الجيل لك رؤيه ان انت عايز توجه الجيل الاخر. يا جماعه ما تعملوش كده. كده عيب. كده غلط بالظبط. واتمنى يعني واتمنى حضرتك تكون متفهم ده. وعلى فكره هو يعني وجهه نظرك بالمناسبه، ما انا حسيت بيك اهو. لا مش بس كده، وجهه نظرك كمان، على وجهه نظرك حضرتك ايضا في فكره انه شاهدت شارك لاجل الرياضه المصريه، دي برضو حاجه نقدرها ونفهمها، بس هي الاصعب منها انها ممكن لا قدر الله زي ما قلت لحضرتك، يعني اجيال كتيره بعديها ممكن تشوف المشهد ده عادي وطبيعي وممكن نكرره تاني. فاحنا دورنا احنا بقى، دوري انا وانت ده. ده دور انا وانت، ان احنا دايما مع لعيبتنا ودايما بيوجههم، وحتى نشوف كذا دي عملت كذا وكده غلط وكده صح. صح. الموقف وبعدين لما يحصل، حتى لو حصل من غيرها ولد او بنت، برضه مش هنعديه، هنعاقبه. وبعدين انا ماشي بمبدا برضه بعد اذنك، اتفضل. مش بس العقاب، انا ماشي بمبدا الثواب والعقاب. يعني انت بتحسن، انا برضو لازم اكون محسن معاك في المعامله وفي الكلام. وبعدين عايز اقول لك على انا وانت والاسره، يعني الاتحاد والاسره والاعلام، احنا الثلاثه مسؤولين في تكوين اللاعب وتربيته. عايزين نتكلم انا وانت مع بعض بصراحه. الاعلام اصبح مؤثرا جدا جدا في هذه الامور. صح. بس هو كلام. الاعلام بيبقى رد فعل وناقل للفعل وليس صانع الفعل. لا ما خلينا نقول، انت فضل. انت جايز، انت راجل يعني نفسيتك فيها صفاء نفسي كده، وما فيهاش توجه انتقامي زي ما بقول لك ولا حاجه. انت بتبحث عن حقيقه وعايز توضح معلومه، وعايز برضه توصل لتوصل رساله للشباب. يا جماعه كده ما تعملوش كده يا شباب. صحيح. في المرحله الجايه يعني ليك هدف من الحوار. يا فندم شاهد الموقف معاه ايه الفتره اللي جايه؟ يعني في حاله الانهيار اللي هي فيها، في حاله الاعتزال اللي هي اعلنته، انتوا موقفكم كاتحاد معاه ايه؟ بالمناسبه احنا مش عايزين نخسر برضو واحده ممكن تبقى بطله في المستقبل، تتعلم من اخطائها وما تكررهاش تاني، ونستفيد منها في المستقبل اكيد. انا بس اقول لك على حاجه برضو سيكولوجيا. في فتره معينه كده بتسيبها فيها. تهدى النفس، تهدى والامور تهدى والناس تهدى، حتى اللي هو يعني اخت في حقه برضه يهدى ونفسيته ترتاح، ويبقى في مساحه للتسامح، واخد بالك. وبعدين نتكلم بقى في الكلام ده. لكن انا يعني لازم كاتحاد من مسؤوليتي برضه لما يبقى في انهيار نفسي عند اللاعب، ان انا اقف جنبه، ما اخلوش يبطل 100%. ولازم لصالحه هو يعني كلاعب، لصالح اللعبه كلعبه. مش كل حدث هيقابلنا مهما كان صعوبته احنا ننهار معاه. امال احنا لازمتنا ايه؟ انا وانت لازمتي ايه؟ احنا الاثنين، انا كمسؤول في الاتحاد او رئيس الاتحاد، وانت كراجل اعلامي، احنا الاثنين مسؤولين نصوب الامور ونقف جنبيهم. انا بكلمك بصراحه، لان النهارده لا ينكر احدا ان الاعلام اصبح اردنا او لم نرد جزء من المنظومه، مش بيتفرج زي زمان. ده بقى جزء من المنظومه، مشارك. وجهة نظري. دكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدرجات، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.